انا ديال كابتشينو. السلام عليكم، ما غادي نطيب معاكم نكهة ديال كوزين. غادي نحتاجو، انا جبت 10 طران ديال الكفتة، معنا حتى بلعدة طران اخرى. غنحتاجو بنيت باقي ملحة، الى عندكم كمون كديروه قطبوني يا بيت، و زعفران. انا درت جوج ديال كولجيت، ثم كتبقى انا حتى بعد ديال اوتها. نحتاج هنايا ناتوت طوماط، نحتاج هنا جوج ديال بيضات، نحتاج زيت زيتون، نحتاج فرماج حمر، نحتاج هنا قطبو او معدنوس. اول حاجه خديت مقنة، خليتها من بعد ما خدمتها خليتها تسخن، وعاد غادي نضيف الزيت، زيت العود وكفته. من بعد ما خدمت الزيت العود خليته يتخن شويه، ومن بعد طفت عليه الكفته وكنقلبها وكنلاقيها هي مويه. من بعد غادي نضيفها عطرينا، كما كتشوفو كفتة درتليها أنا عطرينا، و درتليها واحد البول من المجنود، و درتليها واحد نص ما كان كفتة، درتها شي شوية باش تبقى نوحة. ممكن تضيفو نور كتبقى إخرية، و بحال كنحرك من كل فيها. ثاني كان نشوف المكونات الطاب نديرو هذا، وغادي نطفيه. وخا الكفتة من كل فيها والو من قطرة ديال الزيت. أنا خديت نفس المقلة، من بعد ما طاب الكفتة خويت حيت داك حيت الكفتة وخليتها تقطر من داك الزيت. ديك الزيت لي طيبنا معاه وديك العطرية خليتها تقطر، ومن بعد درت هدا الزيت دابا يتخن، وغادي نضيف كولجيت قطعته بالدوائر، غادي نقلبهم كل جهة. من بعد خديت عند مون دهنتو بديت، من بعد نخترتو وخليتو يقطر دهنتو بديت جميع الجوانب، ومن بعد خويت ناتو طوماط طناطا ديال مطيشة، ودابا غادي نجفف كل زيت لي قلينا وخليتو يتقطر مزيان من الزيت. ودابا غادي نجفف كفتة، كما كتشوفو انا راه تففت دابا الكفتة، و دابا غنديرلي عاوتاني كل زيت فوق الكفتة. و دابا غادي نخوي عليه البيض، كديري جوج بيضات و ربعة بيضات على حسب العدد الأخرى، و طنو على النبي. ودابا غادي نخوي عليه داك شوية ديال المرقة لي قلينا بالكفتة، وغادي نضيف الفرماج، غادي نحكو بحكاكة نينا ثقوب طاهرة،
يعني عندها عوينتها ودابا درت عليها فرماج وغادي ندخلو في الفرن ساخن.